بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا لهذا اليوم هي على counter instruction أو إعازات العدادات. طبعا إذا أريد نعرف الكاونتر هو مساحة بالميموري اللي يستخدمها النظام لخزن قيمة العداد. طبعا هاي المساحة هي محجوزة 16 بت وورد لكل كاونتر، والladder language تسمح بعدد 256 كاونتر. طبعا الكاونتر instruction هي function اللي لها access للكاونتر memory area. طبعا الكاونتر value البت 0 إلى بت 9 من الكاونتر وورد تحتوي على الكاونت فاليو بالباينري كود. طبعا الباينري كود او قيمة العداد ممكن ان تكون من 0 الى 999. عندنا انواع من الكاونترز او الانستركشنز للكاونتر: الاس كاونتر اب داون، S counter down, S counter up, و set counter coil و
up counter coil وداون كاونتر كويل. طبعا هنا الاس كاونتر اب هو الاب داون كاونتر، والاس سي دي هو الداون كاونتر، اس سي يو اب كاونتر، الاس سي سيت كاونتر كويل، والسي يو اب كاونتر كويل، والسي دي هو داون كاونتر كويل. طبعا الكاونتر ممكن انه نستخدمه على مود نخلي البريسيت فاليو بي كقيمه من 0 الى 999. مثلا اذا عايزنا نخلي البريسيت فاليو هي 127، فنكتب سي هاش 127 في حق البريسيت فاليو او البي في. طبعا الكاونتر البت 0 إلى بت 11 هو محجوز للكاونتر بحيث يمثل الرقم بالبي سي دي الباينري كود الديسمال. إذا تلاحظون مثل هذا الشكل، هنا خزن 127 البريسيت فاليو بالخانات 0 إلى 11. طبعا 12 إلى 15 الإيفنت غير مستخدمة، هنا خزنها بالبي سي دي. ونفس الشيء ممكن أن يخزنها بالباينري بالبيتس من 0 إلى 9، وبقية الخانات من 10 إلى 15 تكون غير مستخدمة. إذا نشوف أول نوعية اللي هو S C U D Up Down Counter. هنا نشوف أول جزء لازم نمليه هو counter number، يعني من نجي نربط على other language لازم نكتب C ويمها رقم على مود نعرف رقم الكاونتر. عندنا CU counter up، هذا يزيد العداد للكاونتر بمقدار واحد بيا حالة، في حالة جاء positive age signal يعني تغير من صفر إلى الواحد راح يزيد الكاونتر واحد. CD counter down هذا راح يقلل الكاونتر بمقدار واحد إذا جاء positive age signal. وعدنا الاس seed value اللي هي تخلي العداد أو قيمة العداد كما في موجودة في الـ PV، يعني هنا الـ PV إيش قد نخليها، مثلا إذا خليناها memory word مثلا 5 وعطينا positive signal positive age signal على set راح يخليها على 5 الكاونتر. إذا خلينا الـ PV مثلا 127 مثل المثال السابق، نكتب هنا سي هاش 127، فمن نضغط positive age signal عسيت يخلي قيمة الكاونتر هي قيمة preset value أو PV 127. طبعا preset value اللي هي الـ R اللي تخلي العداد أو قيمة العداد الكاونتر يساوي صفر. طبعا الـ Q output هي تعمل أو يصير بها power signal إذا كانت قيمة العداد أكبر من صفر، وصير صفر إذا كانت قيمة العداد صفر. عندنا count value هنا قيمة العداد ممكن تنعرض هنا، وأيضا عندنا count value بالBCD تنعرض هنا. هذا فيما يخص الـ up down counter، هذا مثال عليه شلون نربطه. تلاحظون الـ count up إلى 0 0 input، الـ count down 0 1، الـ set value 0 2، الـ preset value memory word 10، الـ reset value 0 3، والـ Q إلى Q 4. طبعا عندنا
less count CU up counter. هو ما يختلف عن الجزء السابق فقط هذا عداد تصاعدي فقط هناك تصاعدي تنازل هنا فقط تصاعدي يعني هنا الكاونت اب اذا جت بوزيتيف ايج سيجنال راح يزيد قيمة العداد لكيو او عفوا سي بي بمقدار واحد بوزيتيف ايج سيجنال على السيت راح يخلي قيمة العداد هي قيمة الـ PV الـ Preset Value Positive Edge على Reset راح يخلي قيمة العداد صفر ويصفر أو تنقطع الباور عن الـ Q هذا فيما يخص الـ Count Up Counter هذا مثال عليه عندنا الـ SCD اللي هو Down Counter أيضا ما يختلف عن السابق فقط أنه يعد تنازلي فالـ Positive Edge Signal راح تقلل قيمة العداد بمقدار واحد Positive Edge Signal على الـ S Set راح يخلي قيمة العداد كما في الـ PV اللي هي الـ Preset Value و Positive Edge على الآر ريسيت يخلي قيمة العداد صفر أو يصفر قيمة العداد هذا فيما يخص الداون كاونتر هذا مثال عليه الداون كاونتر الآن عندنا سيت كاونتر فاليو أو كويل هنا يعطينا قيمة ثابتة ممكن نخليها سيت لهذا العداد مثلا نكتب سي هاش 100 إذا أجي بوزيتيف إيج سيجنال راح يخلي البريسيت فاليو بهذا العداد إذا نلاحظ بهذا المثال الانبوت 00 هو الأوبن كونتاكت وعندنا الـ preset value هي 100 سي هاش 100 والكاونتر سي 5 قيمة أو نوع الكاونتر فإذا غلقنا هذا السويتش راح يخلي قيمة الكاونتر تساوي 100 up counter coil اللي هو هذا إذا جتي positive edge signal على الأب كاونتر كويل راح يزيد قيمة العداد بمقدار واحد وأيضا عندنا ريسيت كاونتر كويل إذا أجت بوزيتيف إيج على ريسيت راح يصفر هذا العداد وعندنا بعد كاونتر داون كويل نشوفه أيضا counter down هذا هو counter down coil ايضا positive edge signal راح يقلل قيمة العداد المعنون بمقدار واحد الان اذا اريد نطبق هذه الامثلة على البرنامج مالتنا اللي هو الستيب 7 فناخذ open contact 1 ناخذ counter up down ونخلي قيمة الانبوتس مثلا i 0.0 counter c1 مثلا رقم i 0.1 هاي 0.2 الـ preset value إما نخليها memory world ونتحكم بها مثلا memory world 0 أو نخليها سي هاش والرقم اللي نريد نسوي له preset هاي 0.3 الـ preset وعندنا الكويل يروح إلى الـ Q 0.0 حتى هذا الكاونتر الآن up down counter
نسوي داونلود للكاونتر او لهذا الموديول، نفتح الاونلاين، نروح على السيميليشن، نشغل البرنامج. تلاحظون الان قيمه الكاونتر العداد هو صفر كما بهذا المقطع، والباور ما واصله للكيو. بس اذا خلينا بوزيتيف سيجنال على الكاونت اب راح يعد التصاعدي واحد. تلاحظون بهذا الشكل صار واحد لان قيمة بوزيتيف، اخر مثلا صار اثنين، بوزيتيف ثالث صار ثلاثة. هنا بالميموري وورد بالبي في ممكن نحددها مثلا بريسيت فاليو خمسة، هاي الخمسة تلاحظون صارت خمسة. إذا أضغط على السيد فاليو اللي هي 0.2 تلاحظون سوى قيمة العداد خمسة. الآن إذا نقص من قيمة العداد نروح على 0.1 اللي هو كاونت داون، أيضا بوزيتيف ايج سيجنال راح يقلل من قيمة العداد. مرة أخرى set variable راح يخليه خمسة، و reset راح يصفر لهذا الكاونتر. تلاحظون دكتور بس set value أستاذ، يعني نخلي هاي الخمسة قبل تنزل بالعداد، يعني أي رقم نخليه ينزل بالعداد مو؟ نعم نعم، أي رقم تخليه هنا مثلا 150 25 وتدوس زد فاليو ينقل هذا القيمة، قيمة الـ PV إلى العداد يسويها preset value. تمام ما شاء الله، هذا فيما يخص الـ Up Down Counter. خلينا نشوف الـ Up Counter، نمسح هذا الكاونتر ونشوف الاب كاونتر هنا سي 1 السيت اي 0.1 البري سيت. هنا بدل ما نكتبها ميموري وورد 0 نكتب مثلا سي هاش 5، ايضا يسوي بري سيت للخمسه اي 0.2. وعدنا هنا الكيو والكاونت فاليو، نسوي داونلود للموديل، نفتح الاونلاين. لا تلاحظون الان البوزيتيف ايج على الكاونت اب سي يو راح يزيد قيمه العداد بمقدار واحد. تلاحظون اطفي اشغل يصير بوزيتيف يزيد قيمه العداد. هنا السيد فاليو ده 0.1 اخليها راح يخلي لي قيمة الخمسة بالعداد. وايضا عندنا الريسيت فاليو يصفر قيمة العداد. هذا فيما يخص الاب كاونتر. الان نشوف الداون كاونتر سي 1 هاي 0.1 هنا سي هاش 10 مثلا قيمة البريسيت 10 هاي 0.2. الآن ربطنا الكاونت داون الكاونتر، نفتح الأونلاين، نروح على السيميليشن. تلاحظ انه 0.1 هي تقلل قيمة العداد، لكن بما انه 0 ما ممكن نقل اقل الصفر. السيت فاليو تخلي قيمة البريسيت بالكاونتر اللي خليناها 10 راح تصير هنا قيمته 10. بوزيتيف ايج على السي دي راح تقلل قيمة العداد بمقدار واحد. تلاحظون كل ما اسوي اوبن للسويتش كونتاكت راح تنقص قيمة العداد.
وعندنا الريسيت فاليو اي 0.2 اضغطها راح يصفر هذا العداد. في ما يخص الداون كاونتر. الان نشوف السيت كاونتر كويل هنا مثلا كاونتر سي 1 وهنا السي هاش مثلا 10. يعني هنا اذا جت بوزيتيف اي سيجنال راح يخلي قيمه الكاونتر 10 سيت كاونتر. نسوي داونلود نفتح الاونلاين تلاحظون الان قيمة الكاونتر صفر. إذا أخلي positive age راح يصير قيمة الكاونتر 10. فيما يخص السيت كاونتر. الكاونتر up سي 1 طبعا هنا هو احتمال يخزن القيمة السابقة. سوي داونلود أونلاين نعم خزنها. الآن قيمة الكاونتر 10 في البوزيتيف ايج راح تزيد الكاونتر بمقدار واحد تلاحظون 11 12 13 14 وهكذا. نمسح هذا. كاونتر داون سي 1 طبعا يخزنها لأنه بدنا نعطي نفس الرمز للعداد. داونلود أونلاين الآن قيمته 14. البوزيتيف ايج راح تقلل قيمة العداد تلاحظون بهالشكل هذا. وأيضا عندنا الريسيت كويل للكاونتر اللي هو هذا سي 1 داونلود اونلاين تلاحظون الان قيمة العداد 8 اذا اعطيت بوزيتيف ايج راح يسويه صفر. هاي الكويلات شلون ممكن تشتغل بالبرنامج؟ ممكن ان نسوي اكثر من نتورك. يعني هنا بالكاونتر نخلي سيت كويل بالاول مثلا هنا سي هاش 5 هاي قيمة البريسيت فاليو على الكاونتر 1 ونخلي نتورك جديدة بها اوبن كونتاكت على 0.1 ونخلي كاونت اب بالسي 1 نتورك جديدة ايضا اوبن كونتاكت I 0.2 و count down coil C1 و network جديدة أيضا open contact و نخلي reset coil C1 بهذا الشكل. الآن نسوي download للموديول اي 0.3 نسوي داونلود للموديول نفتح الاونلاين نروح على السيميليشن. دا تلاحظون الان 0.0 هي سيت كاونتر اللي هي 5 فاذا اعطي بوزيتيف ايج سوى 5. 0.1 كاونت اب تلاحظون دا يزيد قيمة العداد. 0.2 هي كاونت داون قلل قيمة العداد. 0.3 هي ريسيت يصفر قيمة العداد. هذا كل ما يخص تجربتنا لهذا اليوم اللي هي عن الكاونتر. أكو سؤال طلاب؟ إذا السؤال أجاوب عليه وإذا ماكو ناخذ حضوركم على مود تغادرون زوم إن شاء الله. أكو سؤال طلاب؟
دكتور بس هاي ليش نزلت ألف و هاي 1 6 4 من خلينا الهاش سي هاش ليش نزلت هنا؟ هاي 16 هاش يعني بالهكساديسيمال يسوي بالهكساديسيمال. نعم تمام. اي بنفتح الاونلاين نغلق الشيرنج واش طلاب ناخذ الحضور أديان وليد أميرة إياد نعم دكتور أحمد صباح نعم أستاذ موجود أستاذ أنا صحت نعم أميرة إياد سجلتني إيه سجلتك أمير الساعة عيسى نعم أستاذ جون سعدون نعم دكتور حسين أحمد نعم أستاذ حنين باسم نعم دكتور حنين مظفر نعم أستاذ حوراء حيدر نعم أستاذ حوراء حيدر داود حيدر خالد كلابي نعم استاذ حيدر عزيز سعيد نعم دكتور دعاء حيدر محمد ذوالفقار مهدي نعم دكتور موجود ذوالفقار نعيم نعم استاذ صفية محمد حسين نعم استاذ زهراء ضياء نعم استاذ ساندرا ظافر ساندرا فؤاد نعم استاذ سيف علي برام عزيز نعم استاذ عبد الرزاق ياسين نعم استاذ عصام لفته علي صالح مهدي نعم استاذ محمد اسماعيل محمد رعد نعم استاذ محمد رياض مرتضى بحسن نعم دكتور الأستاذ اسمي محمد رياض شان المايك مزود ما شافي اوكي دكتور مرتضى محسن مريم أنس نعم استاذ استاذ لا عيني مرتضى شان موجود نعم مرتضى شان موجود مرتضى موجود شان موجود ما شافي مريم علي استاذ انا اسف لو ارتفصل عند الانترنت ماشي يعني ماشي مريم محمد مصطفى فلاح نعم استاذ نبأ جمال نعم دكتور هاجر صدام نعم استاذ هند فندي نعم استاذ موجودة وابياض نعم استاذ وسام حمزة ياسر عامر يوسف فرج نعم استاذ يوسف معن نعم استاذ استاذ وسام حمزة موجود وسام حمزة شو ما صاح ما اعرف بس هو استاذ موجود يعني حاليا بالزوم جزء هذا مشكلة بالماي
يونس عبد السلام. نعم نعم هديان وليد موجودة. ما شافت كانت فاصل. استاذ سيف علي مطرهم المايك مالته مسدود. سيف علي اي موجود. نعم دكتور بس العفو المايك يمي كان مرتضى محسن سجلتك قالوا لي موجود وسجلتك. تمام دكتور ماشي. طلابك واحد ما سجلت اسمه ماشي. طلابه اخو شياتكم بعد صادي يونس عبد السلام اخر اسم. سجلتك يونس سجلتك. تمام عشتي بس طلاب المشروع حورا حيدر وحيدر خالد كلابي والبقية أغلق الزوم ودخلوا عزهم على مود نشوف المشروع مالكم. ماشي دكتور ماشي طلاب نلتقي المحاضرة الجاية إن شاء الله. الله يعافيك.